حالة من الحزن والقلق تسود في أفغانستان جراء الفيضانات التي تضرب البلاد. 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية لوكر شرق البلاد. الكارثة دمرت حسب مسؤولين أكثر من 3000 منزل. فاجأتنا الفيضانات، الأمر كان مأساويا للغاية. رأينا أطفالا يغرقون ويجرفهم الفيضان، هربت النساء من بيوتهن إلى الجبال ودمرت المنازل. لا نعرف ماذا يمكننا أن نفعل الآن. كان كل شيء في منزلي مبللا بالكامل بما في ذلك الأثاث والحبوب. نجأ أطفال أخي وعمي بالكاد من الفيضان بالتسلق على شجرة. الخسائر المادية شملت كذلك عشرات القنوات وحوالي 5000 فدان من الأراضي الزراعية، نفق على إثرها نحو 2000 رأس من الماشية. الفيضانات والأمطار الغزيرة تودي بعشرات الأفغان كل عام، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه المنازل الرديئة البناء خطر الانهيار. حكومة الولاية المتضررة أفادت أن قوات الأمن ومنظمات الإغاثة تجلي السكان إلى أماكن آمنة بعد ما دمرت منازلهم.